رجل تزوج بامرأة ولها بنت عند زواجه منها ورزق منها بأولاد، فهل يحل لابن الرجل من غيرها أن يتزوج بنت هذه المرأة التي تزوجها أبوه؟ هذا يسأل عن حكم تزوجه ببنت زوجة أبيه من رجل آخر. نعم، لا بأس بذلك، لأنه لا علاقة بينه وبينها من ناحية القرابة، هي أجنبية منه وهو أجنبي منها، يجوز للشخص أن يتزوج بنت زوجة أبيه من رجل آخر. نعم.